طيب عايز اعرف منك، هل في عازفين ساكسفون في العالم او حتى هنا يعني محليين اثروا فيك ودلوقتي بتاخد منك مثلا الباشن بتاعك منهم، الشغف بتاعك منهم، مين هم؟ اكيد هو زمان كان من احسن الناس اللي انا بحب اسمعهم هو شارلي بيرد، وبعدين في الجديد انا بحب اسمع قوي ديفيد سامبورن. ده من العازفين الاجانب، لكن طبعا المصريين ما فيش احسن من سمير سرور، هو اللي عرفنا طبعا الاله دي في مصر وعمل كليبات ليها. كان راجل رائع يعني. ان شاء الله بقى تكمل انت المسيره باذن الله.